نعم تفضل. قال تعالى إن المنافقين لتركزوا منا. إيش؟ إن المنافقين لتركزوا منا. المنافقين لتركزوا منا. إيه؟ أين؟ إذا في خصلة من النفاق. ها؟ إذا في خصلة من النفاق يعتبر لتركزوا منا. المنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. هؤلاء هم الذين في الدرك الأسفل من النار. أما من فيه خصلة من النفاق فقد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يكون في الدرك الأسفل من النار ولا في الدرك الأعلى.